اتفاق على حزمة اندماج لتسريع عمل اللاجئين وتقييد المساعدات. الحزب الاشتراكي يصر على فرض ضرائب الثروات وسط عجز 15 مليار يورو. يوروبول تفكك شبكة احتيال إلكتروني واسعة وتعتقل مشتبها به في فيينا. زيادة 80% في المتقدمين للعمل بالشرطة النمساوية منذ عام 2022. ارتفاع أسعار الإيجارات بنسبة 4.2% خلال الربع الثالث من عام 2024. خلل تقني وراء حريق مترو أوينس في فيينا واستئناف عمل أوتسفاي بالكامل. وأخيرا اتهام طبيبة في كانتن بالاحتيال وإصدار فواتير عن خدمات لم تقدم. مشاهدينا الكرام، من النمسا ميديا نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة أخبار الجمعة 6 ديسمبر عام 2024. إلى التفاصيل، استمرت مفاوضات الائتلاف في النمسا بين الأحزاب المشاركة في الحكومة، حيث تم التركيز على قضايا سياسية عدة رغم صعوبة التوصل إلى اتفاق حول الميزانية. وأحرزت المجموعات الفرعية تقدما في ملفات متعددة مع توافق شبه نهائي على فرض ضريبة على شركات الطاقة، كما تم الاتفاق بين حزب الشعب والحزب الاشتراكي وحزب نيوز على حزمة اندماج تشمل تسريع وصول اللاجئين إلى سوق العمل وتغيير سياسة المساعدات. وتم أيضا تحقيق تقدم في قضايا الصحة والتأمين الاجتماعي مع توقعات بأن تنتهي المفاوضات بحلول 12 ديسمبر 2024. تمسك الحزب الاشتراكي النمساوي بمطلبه فرض ضرائب على الثروات رغم معارضة حزب الشعب وحزب النيوز في ظل عجز مالي يقدر ب 15 مليار يورو. وأكد رئيس الحزب أندرياس بابلر في رسالة لأعضاء الحزب ضرورة أن تتحمل الفئات الغنية عبئا ماليا أكبر، مشيرا إلى أن الأوضاع الحالية تتطلب تضحيات، وتناقش الأطراف أيضا إصلاح ضريبة الأملاك كجزء من هذه التوجهات. ورغم إصرار الحزب الاشتراكي، يعارض الحزبان الآخران هذه الإجراءات بشدة، مما يعرقل التوصل إلى اتفاق بشأن الميزانية مع تأجيل القرارات النهائية إلى ما بعد اجتماع الأحزاب في يوم الاثنين المقبل. نفذت الشرطة الأوروبية حملة واسعة ضد الجريمة الإلكترونية المنظمة، حيث اعتقلت أحد المشتبه بهم الرئيسيين في فيينا، وأعلنت وكالة يوروبول مصادرة أكثر من 50 خادما وتأمين 200 تيرا بايت من الأدلة الرقمية. ووصفت العملية بتفكيك شبكة معقدة متورطة في عمليات احتيال واسعة النطاق. شملت الحملة تفتيشات في النمسا وألمانيا مع تفكيك بنى تحتية مرتبطة بأسواق وهمية في دول أخرى، واعتقل مشتبهان رئيسيان بناء على مذكرات توقيف أوروبية وهما رهن الحبس الاحتياطي بانتظار التحقيقات. وبدأت القضية عام 2022 بعد رصد سوق إلكتروني لبيع بيانات مسروقة، ما أدى لخسائر تجاوزت 250 ألف يورو لأكثر من 57 ضحية. أعلنت وزارة الداخلية النمساوية عن زيادة بنسبة 80% في عدد المتقدمين للعمل بالشرطة منذ عام 2022، حيث ارتفع العدد من 6500 إلى 11500 متقدم هذا العام، بينما قبل 2600 منهم في برنامج التدريب الأساسي مقارنة ب 1450 في 2022. وعزى وزير الداخلية جيهارد كارنر هذه الزيادة لتحسين ظروف التدريب كزيادة الرواتب وتقديم بطاقات المناخ مجانا وإتاحة رخص القيادة، كما شملت الإصلاحات إزالة قيود الوشوم الظاهرة كعائق للقبول. وأكد كارنر أن الوزارة تعتمد على حملات عبر وسائل التواصل الاجتماعي لجذب الكوادر، مشيرا إلى أن هذه الجهود تأتي لتعزيز جاهزية الشرطة وتلبية احتياجات الأمن. شهدت أسعار الإيجارات في النمسا ارتفاعا خلال الربع الثالث لعام 2024،
وفقا لما أعلنته هيئة الإحصاء النمساوية ستاتيستيك أوستريا، حيث بلغ متوسط الإيجار الشامل للمصاريف التشغيلية 9.9 يورو لكل متر مربع، بزيادة 1% عن الربع السابق و 4.2% عن العام الماضي. واستقرت المصاريف التشغيلية عند 2.5 يورو للمتر المربع، وسجلت الشقق متوسطة الحجم متوسط تكلفة شهري 658 يورو. وأوضح توبياس توماس مدير الهيئة أن الأسر التي تضم كبار السن تدفع إيجارات أقل بسبب عقود طويلة الأجل، حيث بلغ متوسط الإيجار الشامل 8.3 يورو لكل متر مربع مقابل 10.6 يورو للأسر الأصغر سنا. أعلن رئيس قسم التحقيقات في حرائق الإدارة الجنائية بفيينا أن الحريق الذي اندلع في مترو الأنفاق أو أينز يوم 19 من نوفمبر نجم عن خلل تقني في النظام الكهربائي مستبعدا أي تدخل خارجي. ووقع الحريق في قطار من طراز سيلبا بفايل بين محطتي تاوبنشتومانغاسا وهوبت بانهوف، ما أدى لإصابة 6 موظفين من فينر لينيا، وتسبب بأضرار كبيرة في النفق والسكة الحديدية، وبالتالي أغلقت القضية جنائيا بعد توقف الخدمة جزئيا لأكثر من أسبوعين، واستؤنفت يوم الجمعة الماضي كما استؤنف خط أوسفاي تشغيله الكامل بعد إغلاق دام 3 سنوات بين محطتي شوتنتور وكارلس بلاتس. اتهمت طبيبة عامة في كينتن بالاحتيال لإصدارها فواتير عن خدمات طبية لم تقدم، مما دفع شرطة الجرائم للتحقيق مع استمرار تطبيق قرينة البراءة عليها. تلقت هيئة شكاوى المرضى خلال 5 سنوات 12 شكوى ضد الطبيبة، شملت اتهامات بإجراء فحوصات وقائية دون موافقة وسوء النظافة وفرض رسوم غير مبررة. وقد رفضت الطبيبة الاتهامات، وأكد محاميها أن جميع الفحوصات أجريت بموافقة المرضى، وبدأت تحقيقات داخلية من قبل هيئة الأطباء وصندوق التأمين الصحي النمساوي. على الصعيد السياسي تدخلت النائبة إيزابيلا تورمان من حزب الحرية مطالبة بتوضيحات من وزير الصحة حول القضية. كانت هذه نشاطنا لهذا اليوم، ولا تنسوا متابعة موقع infograd.com دائما. كنت معكم أنا ممدوح مكين، أمسية سعيدة ونهاية أسبوع سعيدة، وإلى اللقاء.